يعني بالآونة الأخيرة ما شهدت من تقدم في مجال امتصاص الزخم اللي الحاصل اللي كان قبل يعني عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتكدس طلبات المواطنين لهذه المواقع في بغداد والمحافظات. الحمد لله والشكر أصبح الموقف بحلول العام الجاري جيد، فدعيت المواطنين كافة ما عندهم عذر بتجديد الإجازة بالحصول على إجازة السوق وكذلك تسجيل سياراتهم وعدم تجوال في عموم بغداد والمحافظات بدون لوحات. طيب أيضا هناك توجيهات شديدة بخصوص إجازات السوق وتسجيل السيارات واللوحات، يعني هناك دعوة أيضا وهناك تجديد على ممن لا يمتلكون هذه يعني الإجازات واللوحات. أستاذ حمزة تعرف مبدأ الحياة هو الثواب والعقاب، صح ما أمر به رب العزة. فأنت شنو المبرر لما تحصل على إجازة السوق خوفا على حياته، خوفا على النظام العام كنظام عام ليس كنظام مروري، وكذلك المركبات التي لم تسجل لا حجل المواطن، فهناك إجراءات شديدة جدا أو عزت لمفارز بغداد والمحافظات بمحاسبة عدم امتلاك الإجازة والمخالفات الأخرى، التضليل والستائر وعكس السير. شددنا في الآونة الأخيرة مفارز كثيرة للمخالفات، مع الأسف مخالفاتهم كذلك كثيرة جدا. ما يدل المواطن العراقي يدفع ثمن خطأ هو يعلم بخطأ، هي بالنتيجة إلى للمواطن. نعم هي إلى خدمة إلى نعم. سيادة اللواء تعرف أن العراق يطبق منذ فترة طويلة حظر التجوال الشامل وأيضا حظر التجوال الجزئي، ولرجل المرور دور مهم في تطبيق هذا الحظر بالتحديد. فنتحدث أيضا عن معاناة رجال المرور عن طريقة تطبيق القوانين في أيام الحظر. ست لميس، هذا المبدأ طبعا جدا مهم، وأنا أشكرك على السؤال هذا، لأنه كما تعلمين أن جائحة كورونا هذا الكوفيد 19 المتحور واللي جاي هسه من الهند حسب ما الأنباء اللي وردتنا، يعني أنا أستغرب من مواطن يدخل بمشاكل، يدخل في إشكالات مع رجال المرور اللي هم بخدمته وحفاظا. هذا حظر صحي وليس أمني. أعطيناكم مجال لساعة 8 للساعة 5 الصبح الفجر، يعني بثمانية المفروض ماكو مركبة تسير إلا بعذر شرعي أو قانوني أو استثنائي من جيش الأبيض أو رجل أمن أو إعلامي أو ما شابه ذلك أو حالة إنسانية أو سفر. هاي كلها السيد معالي وزير الداخلية محترم اللي دائما يشيد عليها، وكذلك أخوي وعزيزي قائد عمليات بغداد اللي أتحاور معه. أستغرب من عدم التزام المواطنين وخاصة في يوم الخميس وكأنما كنا في نزهة، يخرج المواطنين في ساعات متأخرة، نضطر إلى قطع الشوارع. نعم قطع الشوارع. هناك ربما مزاجية في التعامل في بعض الأحيان وهي حالات فردية، لكن مزاجية في التعامل مع المستثنين من حظر التجول. والله سيدتي يعني ست لميس يعني حقيقة يعني ماكو بس الأعذار واهية. أنا جبت زوجتي من أهلها وديت زوجتي من أهلها.